هل يمثل تقارب الإمارات والأردن مع النظام السوري مقدمة لتطبيع عربي شامل مع هذا النظام؟ أي دلالات سياسية إقليميا لمحاولة التقارب مع النظام السوري؟ ما فرص نجاح تعويم رئيس النظام السوري بشار الأسد وأي عواقب لذلك؟ هذه المحاور تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان هل انطلق قطار التطبيع مع النظام السوري؟